ونصل إلى فقرة أصوات الشبكة وتاتيانا الخوري التي ستحدثنا اليوم عن معاناة الناشطين الحقوقيين في البحرين، لا سيما ما حدث مع نبيل رجب وهو رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان. أهلا تاتيانا. أهلا بك. بالفعل سنتحدث عبد الحكيم عن نبيل رجب وهو رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان الذي يتعرض كما العديد من الناشطين في المملكة إلى مضايقات تصل أحيانا إلى حد الاعتقال. ففي أوائل ديسمبر وخلال توجهه إلى العاصمة اليونانية أثينا لحضور مؤتمر حقوقي، تم تفتيش أجهزته الإلكترونية ونسخ محتويات حاسوبه الشخصي وهاتفه الجوال. حادثة يقول نبيل رجب إنها غيض من فيض مما يحدث للناشطين في بلاده، وهو يحدثنا اليوم عما يعانيه شخصيا ويعانيه زملاؤه في بلاده، فلنستمع إليه. ما تعرضت له حقيقة قبل أسبوع هو عند مغادرتي للبلاد متجها إلى أثينا، فتم استدعائي من صالة المغادرة وطلب مني أن أفتح الأغراض الخاصة بي والجهاز الحاسوب، وأفترض أن سبب أخذ الجهاز إلى منطقة أخرى وتفتيشه حسب قولهم يهدف إلى زرع بعض الأمور التنصت والتجسس في أجهزة الإلكترونية، وتم اكتشاف ذلك لاحقا لما اتجهت فيما بعد إلى لندن واتجهت لأحد المؤسسات الدولية لفحص الجهاز الكمبيوتر، فاكتشفوا أن هناك بعض البرامج المزروعة في جهاز الكمبيوتر. وهذه ليست أول مرة أصلا أتعرض فيها لهذه المضايقات، تعرضت للضرب وتعرضت للاعتقال المؤقت والمراقبة الدائمة، هناك عشرات الآلاف من الرسائل تشويه السمعة وتقول أن هذا الشخص هو عميل أجنبي، أرسلت عن طريق البريد قبل حوالي 3 سنوات إلى كثير من مؤسسات الدولة وموظفي الدولة والسفارات الأجنبية لزوجتي وأهالي زوجتي والموظفين العاملين مع زوجتي. هذا هو ما يحصل حقيقة للكثير من النشطاء في البحرين، يستهدفوا ويضربوا ويسجنوا ويتهموا بالإرهاب، وعلى اعتبار أن لا يريدون أن هؤلاء النشطاء أن يطلعوا أبطالا فيما بعد. حوالي 400 شخص موجودين في السجن منذ 4 شهور، وهناك الكثير من النشطاء حقوق الإنسان والمعارضة السياسية، بل الكثير منهم الآن يعاني من التعذيب في سجون البحرين. هذا هو الواقع الذي علينا كنشطاء حقوق الإنسان أن نغيره في السنوات القريبة العاجلة إن شاء الله. تاتيانا، سمعنا أيضا في الآونة الأخيرة عن حملة اعتقالات واسعة في البحرين طالت أيضا مدونين إلى جانب عدد من الناشطين. عبد الحكيم، ولعل أشهر هؤلاء المدونين هو علي عبد الإمام. علي المعتقل اليوم في سجون البحرينية يخضع للمحاكمة إلى جانب 24 شخصا آخرين. قصته يرويها لنا نبيل رجب من البحرين. علي عبد الإمام من أوائل الأشخاص الذين أسسوا لثقافة التدوين، وهو أول من عمل على إنشاء منتدى إلكتروني في التسعينات، وهو يمثل نموذج للمدونين العرب الذين فتحوا منتدياتهم الإلكترونية ومواقعهم الإلكترونية للنشطاء حقوق الإنسان وللمعارضة في العالم العربي. فلهذا السبب تم استهداف علي عبد الإمام. نعم، علي عبد الإمام هو نموذج لما يحصل إلى الكثير من المدونين العرب في العالم العربي. الحمد لله أن علي عبد الإمام قضيته بارزة اليوم في العالم العربي نتيجة وجود مجتمع نشط في البحرين، مجتمع نشط حقوقيا. ولكن للأسف الشديد هناك اعتقاد أن هناك العشرات من المدونين في العالم العربي الذين هم في السجون ولا يعلم عنهم الكثيرون. نحن نعمل ليلا ونهارا على نشر ثقافة حقوق الإنسان في المنطقة العربية قدر الإمكان وفي أسرع وقت ممكن، اعتقادا منا أن كلما تثقفت هذه الشعوب بثقافتها الحقوقية تم تصعيب الأمر على الحكومات إلى استبداد هذه الشعوب. وفي الختام لا تنسوا مراسلتنا كالعادة على إيميلنا المعتاد aswat@france24.com أو زيارة صفحة البرنامج على موقع فيسبوك للمراسلة والمشاركة وطرح الأفكار والمواضيع.